السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع اندد نايت ميرز اللهب. طبعا في الحلقتين اللي راحت روضنا الحصان الناري، اضافة الى تحرير عدد كبير جدا من المدن، وايضا في الحلقة الثالثة شفنا سيث ومراوغته لنا، وابدا ما كان واضح حيال السبب وسبب انتشار الزومبي في العالم، لكن قدرنا من كلام سيث اننا نستبعد الجلاس آي لأنه السيث زي ما شفنا أكلها ولا صار أي شيء في العالم ولا اختفى المرض. وآخر شيء شفنا وزرنا بوني مكفارلين الأسطورية، وشفنا أبوها يموت واسيناها وزي كذا. قبل ما نبدأ في المقطع أتمنى أنك تشترك في القناة لو ما كنت مشترك، وتفعل جرس التنبيهات عشان نوصل 100,000 في أقرب وقت ممكن. بقول لكم حاجة، حنا مشاهداتنا تقريبا في المقطع الواحد تتحدى 20,000، تخيلوا 10,000 فقط اشتركوا في القناة، على طول راح نوصل 100,000 في أقرب وقت ممكن. فأتمنى أي شخص جديد أنه يشترك يا لهبيين. أما الآن خلونا نخش في المقطع. طيب أبغى رأيكم حيال هذه النقطة. طبعا عندنا لبس جون مورستن هذا الأسطوري وأتوقع الكل يحبه، لكن راح نسوي تصويت إذا كان بإمكاننا نغير لبس جون مورستن. عندكم هذا اللبس على سبيل المثال، هل تبغون نختار هذا اللبس أو مثلا هذا اللبس أو مثلا هذا اللبس ولا هذا اللبس المولع مرة؟ ايش رايكم في هذا اللبس؟ هذا افضل لبس. امزح امزح. المهم راح نرقمها كالتالي، هذا واحد اللي هو اللبس حق جون مورستن، اثنين اللبس المكسيكي، ثلاثة ابو جاكيت برتقالي جاكيت بني، واربعة اللي هو اللبس هذا، وخمسة راح يكون اللبس المولع هذا. فاختاروا اي واحد تبغون. مبدئيا راح نبدأ او نكمل بلبس جون مورستن. طيب بما أنه الكثير منكم كان متحمس حيال مهمة أرماديلو ومدينة أرماديلو، لذلك أولا راح نروح نحرر مدينة أرماديلو ونصفيها من الزومبي، بعدها نروح مهمة دينر فورتو اللي في مدينة أرماديلو وين حصان. طبعا صح نسيت ما أقول لكم، في كثيرين يعني شافوا اسم كعبول المولع قالوا يا صالح غيروا لي كعبول اللهبي، لذلك راح نسميه كعبول اللهبي ولا تزعلون. طيب تقريبا وصلنا مدينة أرماديلو، وزي ما تشوفون مدينة أرماديلو زي ما قلت لكم في الحلقة اللي راحت إنهم مليانين بالزومبي، المدينة مليانة، هي يعني أصلا زي ما نعرف كانت مريضة، فجاء المرض الزومبي ويعني زادهم زيادة كمان. يبغاني أساعده؟ أبشر ما طلب شيء. أما أقصد في تشالنج يعني إيش هذا؟ أها تحدي بينه وبينه على رصاص الظاهرة. ما عليك شغل لك الديد آي الآن واجدهم جلد. زعل زعل على طول قتلتهم كلهم، زعل شكله. هليم مزبوط اليوم. يلا هات فس لنا. كفو أعطاني 40 رصاصة. يا أبوي أنت تلعب مع جون مورستن هنا المعلم. يعني مدينة، نرجع مرة أخرى نفس موضوعنا، مدينة أرماديلو يعني هي أصلا مريضة وجاء مرض الزومبي كمان زيادة وكملها عليهم. فأول شيء راح نحررها، بعدها راح نخش في المهمة. طلع فوق. والله لطشني ذا. يوو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 و
أورستن يا مريض، اطلع فوق. يا ساتر. شوف كيف مترعم علي هذا، والله ما هي حال هذا. بعدين شو اسمه طويل الدفاع عن ارمديلو، لانها مليانة ملغمة بالزومبي. يو على هذا خوي، والله حسبته شو اسمه زومبي راكب حصان، قلت ما شاء الله جديدة هذه. شوف هذا الدب شكله من شو اسمه اللي عرفتوه حق الاخوان ابردين،
الدوب هذاك اللي يسرقون فلوسك، شكله هذا واحد منهم. اي من وين طلعت هذه؟ شوف هذا شوف اصبر خلينا نخلص هذا. شوف هذا تامي ابردين وهذا شو اسمه ثاني اخته. طيب حللنا حررنا ارمديلو المعفنه، يعني هي مدينه اصلا معفنه من البدايه، تخيلوا كمان فيها زومبي. سمع ناس تصرخ في المدينه مع اننا نظفناها، شكله فيه مهمه لهبيه هناك. لكن خلونا اول شيء نستعد لها مظبوط، نجيب رصاص نجيب عفش. والله مره تحمست بروح. ها متحمسين؟ سامع احد يبكي وشكلها مصيبه كبيره. Sorry, boys. She didn't give me a whole lot of choice. Hello, John. Welcome to paradise. Hello, Marshall. Might have known you'd survive. What's going on? Do I look like I commune with the undead? Well, no. Well, then how would I know? My job is... Take care of the folk who live here. Oh, you heard that one. How's that going? How's that going? Well, let me put it to you this way. Cattle rustling and bank robbery are at an all-time low. But murder, blood drinking, and psychotic episodes seem to be somewhat prevalent. Either that, or I'm dreaming. That's what I'm hoping too. How was it getting in here? It was crazy. Oh, they must be hiding again. They come in and then just disappear. Town's been nearly overrun a couple of times. Now we're low on ammunition, and I'm two men down. I'll help you clear the place out if you like. You're a good man, John Marston. But before that, I'm gonna need my deputies back. What happened to them two clowns you had before? Gone? Maybe. I sent Jonah off to look for Eli. They've both been gone for several hours now. Who'd want to eat one of them? That's a good question. Where'd you send them? Out near the general store. Jonah's got one of these new guns. I'm sure he can't run into any trouble. These things, they'd stop an elephant. Thank you. No, thank you. I'm sure you got your own troubles. طيب الحين عندنا مهمة اننا ندور على مساعدين الشيرف هذا. رسل اثنين للجنرال ستور وما حصلهم او ما رجعوا، فراح ندور عنهم الان. وتعرفون مين في الجنرال ستور اللي في ارمديلو؟ نعم هو هربرت مون الخسيس. Hey mister. Hey Bart. You seen a couple deputies nearby? Marshall's boys, Jonah and Eli. Are they Jews, mister? They sound like Jews. I don't know. Why? Why? This whole thing is nothing but a Jewish plot. You do know that, don't you? I find that highly unlikely, amigo. Well, I don't like Jews. Or colored folk. Or natives, now that you mention it. Well, you're a nice, kind-hearted man to meet in a time of trouble. Kind does not come into it. Why? What are you talking about? Why? I bet you like Catholics. I can't stand them neither. Nor women. Fabians, socialists, homosexuals, Asians, or British. Between them, they've ruined this country. Ruined it. It was a good country once. Now people are eating each other. And it's all the fault of the Jewish, British, Catholic, homosexual elite and their ideas. Well, I, for one, won't stand for it. Have you ever met a Jewish person? Thankfully not. Or a British Catholic homosexual? Not in my store. Oh, I get it.
I see you acting clever. Well, let me tell you this. The Jews killed Lincoln. That's why there is a triangle on the money. And they run Europe like one of them Arabian harems. Now they've sent this here plague to kill all us decent folk. Yep. You, sir, are truly a remarkable fella. Thank you kindly. I must say, it's a rare pleasure to meet someone with such a grasp on human history. You take care of yourself. I'd hate to see you get savaged by someone and watch the life force drain from your hate-filled body. Hey, hold on there. Why don't you join me in my fight, sir? It's not too late. I fear it is for me. Then I will fight them alone. All of them. America is the land of the free. And that means free to people like me, Herbert Moon. Absolutely. No! You can't eat me! I'm Herbert Moon! Oh, Herbert Moon, man. عن شوفه هو كان عنصري وكان سبب في انه ارماديلو تصاب بالمرض المرض اللي هو المرض الكوليرا لانه اتفق مع سترينج مان لو تفتكرون والحين مات اوسخ موته زي ما تشوفون تحول الى زومبي والحين فجرنا راسه هربرت مون تستاهل طبعا زي ما شفتوا هربرت مون في الحوار اللي دار بيننا وبينه كان جدا جدا عنصري في جميع الاتجاهات كان عنصري اتجاه المسيحيين اتجاه اليهود اتجاه المكسيكيين اتجاه ذوي البشرة السمراء يعني كان جدا جدا عنصري وهربرت مون يعتقد انه السبب في انتشار هذا المرض هم اليهود هربرت مون يحس انه اليهود هم السبب اللي رسلوا المرض على امريكا عشان يدمرونها بالكامل عرفتوا كيف؟ هربرت مون يعتقد هذا الشيء طبعا هربرت مون زي ما شفتوا مات بسبب انه الزومبي هاجموا عليه وانا اتوقع كمان بسبب عنصريته البايخة هذه مات هذه الموتة الشنيعة طبعا الان راح نستمر في البحث عن شرطة اصحاب الشيرف الله Hello, boys. Marshall sent me and needs some help. Guess you got other plans. Seriously, enjoy your meal, no problem. Easy now, gentlemen. Remember all the fun times we had? يا أخي كل هذا اللي نعرفهم ماتوا إيش هذا؟ Rest in peace. أكيد معاهم رصاص بما إنهم شرطة يعني. طيب. لازم الآن نرجع ونعلم الشيرف باللي صار. Hello, John. Hello, Marshall. So, you find the boys? I found them. I understand. I hope it was fast for them. It was fast. And they died with their bellies full. Well, one of them did. Good. That there's Jonah's gun. Here, you keep it. After all, you earned it. Thank you. Take care of yourself, John. You too, Marshal. طيب خلصنا مدينة أرماديلو وخلصنا المهمة اللي هو دينر فرتو كانت مهمة جميلة صراحة طيب راح ننتقل للمهمة اللي بعدها اللي هي Filth and Another Entertainment Ah, Mr. Marston, well, I might have guessed you wouldn't have got the Lurgy yet. Not yet. I'm trying to help my family. Yes, quite the hobby of yours, that. Sure,
Listen, any idea what the hell's going on here? No, but it's brilliant. Man turned against man. Kind-hearted neighbors turned into savage, flesh-eating monsters. Dis hit? It'll make a fantastic movie. Who would enjoy that? What? What kind of sick person would like that? My kind sir. The lowest common denominator. My people. You're gone, friend. On the contrary, sir. You misunderstand me. Come now, you're a smart fellow. Allow me to illuminate. Listen, Mr. Marston. What I need is one of those nasty buggers that spits poisonous snot on you. If in your travels you can find a spare one, we can make moving picture history. You're worse than they are. Each to their own, Mr. Marston. But if you find the time... طيب المصور هذا المجنون يبغانا نصيد هذاك اللي يطلع من فمه شيء أخضر، عرفتوا الزومبي اللي يطلع من فمه شيء أخضر هذا يبغاه عشان يصوره أو حاجة زي كذا، وهو راح يكون متواجد في هذه المنطقة، لذلك راح نتوجه لها ونحاول بقدر الإمكان إن نمسك واحد منهم ونجيبه ونربطه ونجيبه عند هذا. طيب بعد طول عناء هو حصلناه، شوفوه يا الله، ما هو وقتك يا ثقيل الدم، والله حيقتلوني شكلهم. مشكلة السلاح ذا ما ينفع مرة. يا الله، يعني شوف عشان حصلت وكلهم فجأة يقتلوني. ايوه تم الكفش بنجاح. تعال يا كعبول اللهبي. يا الله عليه خري هذا. قاعد يطلع اصوات، اقول لك تلقم هنا. اخيرا بعد طول عناء قدرنا نجيب الزومبي هذا، والله دورت له الين ما طفشت، الين ما طفشت. Mr. Marston, I see art has got the better of you. Stupidity got the better of me, but I felt I should help an old friend. I appreciate that, sir. Are you ready to watch the creation of magic? If you say so. Wonderful! Let's put the star into his first seat. Right over here, you can put him down here. Oh, 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 is it comfortable? Lovely, lovely. Oh, this is a great. Movie making history, my friends. Good jam. There you go, my man. Out. There we are. Rest. And ready, ready, ready. I see you. You're going to be stars. Do something interesting now. Ah! And action! Zombies, go! Oh, your hands are eat human flesh. That's right, that's right. Go! Go! No! مسوي لي افلام، ها مسوي لي افلام. شوف كيف رجوله رايحه. مسوي لي حق افلام، ها تستاهل.
هذا لعب في الراس كمان. ان شاء الله ينفجر كمان. الله المصور قام زومبي، كلهم قاموا زومبي، ايش هذا؟ قال لك بيسوي فيلم وحركات وزي كذا بعدين تحول لزومبي، والله ما هي حال هذه. طيب يا لهبيين، هنا راح ننهي حلقة اليوم، وفيه شفنا هربرت مون وكيف مات، ونوعا ما استنتجنا سبب جديد وطلع لنا سبب جديد. هربرت مون قال انه ممكن اليهود سببوا هذا المرض ونشروه في العالم، لكن نوعا ما انا صراحة انا استبعد هذا الخيار، لانه في اتوقع في اسباب اكبر من كذا، لكن تبقى هي احد الاسباب. بعدها عدينا مهمة المصور هذا، وزي ما شفتوا طلب زومبي معين جبنا له اياه، لما جبنا له اياه يبي يصور فيلم اكلوه وانتهوا منه تماما. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم الزومبي ابو تفلة ويداهمكم ويدمركم تدمير. ها يلا سلام عليكم.